إذاعة المملكة العربية السعودية. الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الزراعة والمياه، تقديم عبد الكريم الخطيب. واهلا وسهلا بالجميع، يلا حيهم، شلونكم؟ طيبين؟ كل شيء تمام؟ اليوم بتكلم على الالبان القديمه اللي كانت مشهوره زمان، يعني عندي يمكن هذه الانواع وفي مجموعه ثانيه ان شاء الله بصورها مره ثانيه ان شاء الله. طبعا اشهرها اللي هم الاثنين ذولي، اللي هو المراعي الاصدار الاول هذا قبل 40 سنه تقريبا، واللي تذكرونه اللي كان فيه مسابقه يطلع لك نص الصورة، إذا لقيت النص الثاني تأخذها. كان فيه أعتقد فيديوهات وسيارة وجوائز كثيرة. هذا طبعا معروف اللي هو الصافي، هذا الإصدار الأول. بعدين بعد فترة صغر الصورة الكورة، لأن اللاعب هذا ماخذ اللبن كامل. شوف كيف صغره، طلع صغير الاصدارات الثانية. لكن هذا عام هذا طبعا لبن الهلال اللي كان عام 1406 مناسبة حصول الهلال على بطولة الخليج الأندية، ولا استمر كثير يعني كتذكاري وانقطع. هذا طبعا من الألبان المشهورة في اللي هو لبن مشروع الخرج الزراعي، ما انقطع لمن فترة بسيطة تقريبا 7 سنوات أو شيء زي كذا، وكان مستمر سنين طويلة جدا، من 40 أكثر من 40 حدود 50 سنة. طبعا هذا معروف، هذه المزارع الخاصة، وأعتقد أنه موجود إلى الآن. طبعا اللبن طعمه يختلف جدا، ومحظوظ اللي يشرب منه. أوريكم بعد من الألبان اللي انقطعت زمان اللي هو لبن نجدية، يتذكرونه؟ شوف هذا في الزلفي كان ينتج برضو، كان طعمه. هذه مجموعة ثانية من الألبان المشهورة زمان، هذا طبعا الحجم الصغير، هذا مشروع الخرج الزراعي اللي وريتكم اياه قبل شوي، بس هذا الإصدار الأول بالشكل هذا. طبعا صافي حليب، صغر الصورة. هذا من الألبان النادرة اللي هو ألبان البندرية، انقطع برضو. لبن العزية كثير منكم يذكره، هذا الاصدار الاول، طلع بعد اصدار وانقطع من السوق. نادك غنية عن التعريف، اعتقد برضو الاصدار القديم هذا اصدار الاول. هذا حليب الصافي، وهنا لبن سنابل نادر برضو، انقطع طبعا من فترة طويلة. هذا وهذا كان يجي بالشكل ده.
إن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا في هذه المعلومات، بعضكم ما يدري عنها ولا كان صغير وقتها ولا ناسيها واسترجعنا الذاكرة له. عموما المرة الجاية إن شاء الله راح نصور اللي هو الزباديات أو الروب حق زمان، عندي مجموعة راح أصورها، وراح أصوركم الألبان برضو اللي ما صورتها، عندي برضو مجموعة ثانية، وإن شاء الله بين فترة وفترة راح ننزل تقارير عن بعض المواد الغذائية والألعاب وبرضو المناهج الدراسية. بالعموم حبيت أبلغكم إن دكان زمان راح يتقفل 3 أيام كذا فترة استجمام، وبعدين نرجع، يعني اللي بيجي يراسلني عشان يتأكد أنا فيه ولا لا. أشوفكم على خير. ايه تعرف هذه وش هي؟ ايه اعرفها، السيارة دي تركب؟ السيارة تركب؟ ولا اللي وانا اقول لك اللي تنكسر تنفخ على طول؟ خلها تحت جورك. ايه اللي تنفخ عرفتها. بالله والله عرفتها. ايوه بدت تنتفخ. عرفتها. هلا بالبليلة. ايوه في بليلة اليوم؟ خلصت البليلة. بالله وش سارق مني طيب؟ حط من عندك هذا. بفلوس ولا ببلاش؟ بلاش. خل لا ينفجر. ما يمهبون. هذه من العاب الطيبين. ما تنفجر بس تاخذ وقت. والله يا دار. كيف؟ مرة صح. بالله. قسم بالله. أيوه. هاي تعال. هاي تعال. يلا يلا. خلصت السنابة. لا بتنفجر طبعا، انفجرت بس ما صورنا الانفجار، كانت من العابنا القديمة الحلوة. هذه هي في كرتون، طبعا صناعة قديمة، صناعة تايوان ما عاد يجينا منها شيء الا نادر. هذه طبعا موجودة، عرفتوها؟ طيارة الفلين. هذه الفنادق الأصلية القديمة، شكرتونها بس.